الزمالك الهجومي ومش الهجومي بمعنى اللي احنا شفناه او الخطه الهجوميه، ولكن الاثنين الفراوده اللي نزلوا طيب لو كانوا ترجموا الهجمات باهداف، ايه اللي منعهم وكان ايه اللي هيحصل لو كانوا ترجموها باهداف حرفيا؟ اولا انا شايف ان الجزيري بعيد الفتره دي تماما. كان ممكن الحاجه الوحيده ان كان ناصر منسي يستنى شويه، لان ناصر منسي حتى لو وحش هو عنده ميزه ان هو يقدر كويس جدا مع العرضات الكتير اللي ممكن ترفع، كان وارد جدا ناصر منسي ياخد جات له واحده. واحده ضيعها وحشه قوي، جات له واحده ضيعها وحشه ده قوي. فعلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفتره اللي جايه مع فتره غياب زيزو مش عارف اللي لسه مش عارفين هي قد ايه، لازم الزمالك يبدا يشتغل على ان مصطفى شلبي ونفسه مصطفى نفسه لازم يبقى اكتف شويه على المرمى، لان انت كنت بتفتح الملعب بمصطفى عشان زيزو بيضم، فانت بالتالي قصه ان مصطفى مش اكتف على الجون ما كنتش بتحس بيها، وانك الفتره اللي جايه هنحس بيها. لازم نبدا نشتغل على الحلول اللي هتيجي من بره المنطقه، لان دايما اللعيبه اللي جايه من بره المنطقه ما فيش عليها رقابه، اللعيب المدافع المصري دايما عينه على الكوره مش بيسكان في المساحه اللي ورا. وشفنا الماتش رغم ان عمر جابر قدم ماتش كبير جدا، ولكن في ثلاث عرضيات اتعملوا ما فيش ولا واحده فيهم اتعملت لبره. انت عندك بره ولو عبد الله اتعملت السعيد وهو باصص مش لبره بالظبط، كمان. عبد الله السعيد بيشوط كويس، ناصر ماهر جاي طيب دايما قاطم، ناصر شيكا ماهر كان عنده واقف حالات واحده كتير على جدا، الدايره حلوه قوي. عنده حالات كتير جدا في فيوتشر، كلها الكره اتلعبت له لبره وكان بيشكل خطوره بيها بشكل كبير جدا. دونجا نفسه راجل بيشوط بشكل كويس، فاحنا لازم نبدا نبص على الحلول بتاع التسديد من خارج المنطقه. الفتره الجايه الماتشات هتبقى صعبه جدا، ماتشات اللي قدام خاصه ماتش الجونه، ماتش قدام فريق بيعرف يدافع بشكل كويس، كابتن علاء عال واحد من المدربين في الدوري المصري اللي مش هتقدر تعمل عليهم فرص كبيره في الماتش قدامهم. بيركن الاتوبيس زي ما بيقولوا. جدا. الزمالك هيعاني من مباراه قادمه؟ طبعا. توقعاتك؟ ان شاء الله الزمالك مباراه يكسب. صعبه نفسيا بدنيا فنيا كل حاجه. بالظبط، بس ده تحدي اللعيبه، ان هم اللعيبه يثبتوا ان الراجل شغال بشكل كويس، وان هم فعلا في نيه للتغيير وفي نيه ان هم يساعدوا الجمهور في الفتره الجايه.